كما قرأنا في قنوتات الصلاة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. الهدف والغايات من التشريع الإلهي، إذا دققنا التدبر والنظر في القرآن الكريم نجد بأن الغاية من التشريع، الغاية من تشريع الصلاة، وأن الغاية من تشريع الصوم، والغاية من تشريع الحج، والغاية من تشريع الزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغاية تتمثل في صناعة الإنسان. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، حسب الحوار الذي جرى بين الله وبين الملائكة. واقتضت حكمته أن يخلق لهذا الخليفة وهو الإنسان أرضا أو حيزا في جانب الوجود الإمكاني من هذا الوجود الواجب وهو الله إلى الوجود الإمكاني وهو الخلق. فنحن جميعا والخلق، كل الخلق من بشر ومن ملائكة ومن جن ومن إنس ومن نباتات ومن جمادات ومن حيوانات، الخلق كل الخلق، إنسان وغير إنسان، يسمى ممكن الوجود. وجودنا إمكاني، كان منع الله يخلقنا وما يخلقنا. ونقرأ هذا التقرير الإلهي في سورة الدهر، أو بالأدق سورة الإنسان. لماذا سميت سورة الإنسان؟ لأن الله سبحانه وتعالى، وللعلم أن تستحب قراءتها في سحر شهر رمضان سورة الإنسان، لأنها تريد بيان الغاية من التشريع. كما قلنا، الغاية من التشريع هو صناعة الإنسان، صناعة الإنسان من خلال الأساليب المتعددة، جوانب العقائدية، جوانب الأحكام اللي من ضمنها تشريع الصيام والصلاة والحج وما أشبه، وكذلك الآداب والسنن والمستحبات، وكذلك الأخلاق. هذه الجوانب الأربعة اللي تترتب عليها تشريعات رب العالمين: العقائد والأحكام والآداب والسنن والأخلاق. أحكام الله كلها، تشريعات الله كلها تصب في هذه الأربع محاور المهمة. كل آيات القرآن حول هذه المسائل التي تعتبر من أصول الشريعة أو من أصول القرآن. شرع الله حتى يصنع الإنسان. شوفوا، الله يخاطب نبيا من أفاخم أنبيائه وهو موسى على نبينا وآله وعليه وعلى أمه وأخيه أفضل الصلاة والسلام. الله يخاطب موسى ويقول: واصطنعتك لنفسي. يعني أنت يا موسى الممثل المعصوم للوجود الإمكاني، لهذا الوجود، لعالم الملك، خاطبناك أنت، ونحن نريد أن نخاطب بك جميع الناس. الله يقول: واصطنعتك لنفسي. أنت صناعة الله، الأنبياء صناعة الله، وهذا واضح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا جانب الإرادة في التكوين، إرادة الله،
الإرادة التكوينية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا يرتبط بالإرادة التشريعية. فتساوت الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية فيما يريد الله سبحانه وتعالى. هي إرادة الله عبارة عن إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية الله سبحانه وتعالى خلقنا كوننا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بداية سورة الإنسان الله يتكلم عن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذه الإرادة التكوينية. والإرادة التشريعية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من خلال هذه الإرادة التكوينية اللي الله أعطاها للإنسان يذهب إلى الإرادة التشريعية، فتتساوى بعد ذلك إرادة الله وإرادة العبد، تتساوى إرادة الله وإرادة العبد. ولعل من أهم المصاديق على اتحاد إرادة الله وإرادة العبد فيما ارتبط بإرادة الله وإرادة الأنبياء. الأنبياء عملوا من أجل إثبات إرادة الله التكوينية والتشريعية، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل اتحادا بين إرادته وبين إرادة الأنبياء، بل وبين إرادة أقوام الأنبياء من المؤمنين. لعل أوضح الواضحات في ذلك فيما ارتبط بمعاجز الأنبياء. يتكلم عن عيسى فيقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فاتحدت إرادة الله الإرادة التكوينية وإرادة عيسى الإرادة التكوينية، فأظهر الله إرادته التكوينية في عيسى كما أظهر إرادته التشريعية أيضا في عيسى. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فاتحدت إرادة الله وإرادة العبد، لكن العبد في أعلى المستويات وهو عيسى عليه السلام. كذلك في موسى: اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك الحجر، ألق ما في يمينك، أخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى غيرها. إرادة تكوينية، اتحدت إرادته سبحانه وإرادة من؟ ولذلك من هنا في الحديث القدسي: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول له كن فيكون. يا ابن آدم، في حديث آخر: يا ابن آدم خلقتك للبقاء لا للفناء، فإن أطعتني فيما أمرتك جعلتك حيا لا تموت وأنا الحي الذي لا أموت. تتحد إرادة الله وإرادة من؟ وإرادة العبد. وكل هذا بجانب العمل، قد تختلف إرادة العبد عن إرادة الله. الله يقول: ولا يرضى لعباده الكفر، بس الآخرين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمقتدون، أو يلحدون، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، في آية أخرى قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وآية أخرى: وما يهلكنا إلا الدهر. فجعل إرادة رب العالمين أو الإنسان يجعل إرادته موافقة لإرادة الله في التكوين
وفي التشريع، هذا واضح، هذا من أصول القرآن ومن علوم القرآن الكريم، ليس هو غلو ولا شيء من هالقبيل. من هنا إذا أثبتنا ذلك لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام فهذا من أوضح الواضحات. الكلام في ذلك يطول. المهم أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا حتى يصنعنا بالتشريع. شلون؟ هذا وين نحصله؟ نحصله في عدة مواطن في القرآن الكريم. في هذه الجولة الروحانية الإيمانية، الجولات العديدة مع القرآن ومع ساعات شهر رمضان ومع ليالي شهر رمضان ومع أيام شهر رمضان، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله ضيفنا ضيافة عامة في شهر رمضان من بدايته إلى أن وصلنا إلى ليلة القدر، فكانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وكانت ليلة القدر الضيافة الخاصة، بل عدد ليالي القدر فكانوا ثلاث ليال: ليلة 19، ليلة التخطيط، ليلة 21، ليلة إثبات هذا التخطيط، ليلة 23، ليلة الإبرام والإمضاء. يقول لك استأنف العمل، استأنف العمل. تنزل الملائكة يعني تتنزل، تنزل فعل مضارع يفيد الاستمرار. فلذلك إمامنا الصادق يقول: سلوا الخصوم عن إمامتنا بهذه الآية وبهذه السورة. على من تتنزل الملائكة ليلة القدر؟ وهذا قرآن بلسان عربي مبين. على من تتنزل؟ سألوا الخصوم. تنزل الملائكة والروح فيها. إمام الصادق يقول: الروح خلق أعظم من جبرائيل. الملائكة قائدهم الروح. قل أنزله روح القدس على قلبك لتكون للعالمين نذيرا. هذا روح القدس غير جبرائيل. يتنزل على منه؟ سيتنزل على الكعبة. الله يقول فيها: يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا يفرق كل أمر حكيم. هذول ينزلون بالتخطيط الإلهي بمقدرات البشر. على منه تتنزل مقدرات البشر؟ في رواية عند الفريقين، عند الخاصة من علمائنا الشيعة وعند العام: من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، أو مات ميتة الجاهلية. هذا اللفظ موجود عند كتب العامة. عندنا: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، أو مات ميتة جاهلية. الحال أن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة. معنى ذلك أن المخاطب بهذه الرواية كل المسلمين إلى يوم القيامة. فاللي يموت ما يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية، أو ما يعرف إمامه يموت ميتة جاهلية. مقتضى الرواية أن الإمام يكون في كل زمان، لابد أن يكون إمام في كل زمان ومكان. وعدنا الرواية أيضا: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وعدنا: تنزل الملائكة والروح فيها. اسأل التاريخ واسأل القرآن، الملائكة كانت تنزل على منه؟ نزل على الأنبياء، نزل على أوصياء الأنبياء، نزلت على رسول الله، على أهل بيتي حتى من بعد رسول الله، وفاة رسول الله. والرواية عند الفريقين أن الله أمر ملكا أن ينزل إلى الأرض إلى فاطمة ليسليها بفقد رسول الله، فكان يخبرها، لذلك كانت محدثة سلام الله عليه، من أسمائها المحدثة. فأثبت علي مصحفا أو مصحفا سمي بمصحف فاطمة،
الإمام صار يقول والله ما فيه شيء من كتابكم من قرآنكم بس فيه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الشاهد أن التشريع الله سبحانه وتعالى كل التشريعات جاءت من أجل أن تصوغ الإنسان، تجعل صياغة للإنسان، تصنع الإنسان. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هي صناعة للإنسان، التقوى صناعة للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن حقيقة الصلاة في صناعة الإنسان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الهدف ما هو؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات. إذن كلها حتى بالنسبة للعلم والعلماء والتوفيق للعلم وما شاكل من ذلك لصياغة الإنسان، إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى غيرها. والزكاة تزكية للنفس والحج تشهيدا للدين إلى غيرها في كلام الزهراء في خطبتها. إذن ننطلق من هذه النقطة الأساسية أيها الأحبة، خصوص الشباب، التشريع من أجل صناعتك لا من أجل تقييدك في الحياة. فأنت ترقى وتصنع بتشريع الله سبحانه وتعالى، لأنه ثبت عند فطرة الإنسان وعند عقل الإنسان. ولما انتلاشت كل النظريات، الصدفة تخلق، الطبيعة تخلق، تلاشت كل هذه النظريات وبقى أن لهذا الكون خالقا حكيما وهو الله سبحانه وتعالى، وهو أولى بأن ينظم حياة الإنسان، ينظم حياة الإنسان. فالله شرع لنا الصوم لعلكم تتقون. التقوى وهي وصاية الله في الأرض. نحن بحاجة كما يقول أحد المفسرين المعاصرين من علمائنا من سادتنا، يقول الإنسان يحتاج إلى حالة من التقوى أو حالة من الطوارئ في التقوى. يعبر هذا التعبير على اعتبار إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين واضح، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. معنى ذلك يتربص من الدوائر. خلص الوقت 20 دقيقة بالضبط. ايش قد طافت ما عليه بس هالنقطة هذه. انزين، معنى ذلك ان الانسان يحتاج الى طوارئ. الله ان شاء الله يشافي المرضى، بس انت شوف مستشفيات كل العالم في قسم خاص، هذا القسم ما يسكر ابد وهو قسم الطوارئ، صح ولا لا؟ ممرضين في قاعة الحسينية يعرفوا الموضوع. هذا ما يسكر ابد. ليش؟ لان اذا سكر مشكلة يصير، فعنده دائما يعالج الحالات الطارئة. احنا ايضا نحتاج الى قسم في وجودنا وبنائنا الايماني، وهو حالة من الطوارئ في التقوى دائما. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. زين، احنا عقب هالموسم عقب هالجولة ويا القرآن ويا الدعاء، آيات الله، آيات الترغيب الترهيب، آيات الوعد والوعيد، آيات القصاص، ضرب منهجية المثل القصاص، ومرينا على آيات ما شاء الله، البعض ختم مرة، ختم مرتين، البعض ثلاث، البعض أربع، البعض أكثر من 3 مرات ختم القرآن، هنيئا له. وأدعية، مرينا على دعاء أبي حمزة، مرينا على دعاء البهاء، مرينا على دعاء مكارم الأخلاق، مرينا على دعاء الجوشن، مرينا على دعاء الحجة، كررنا في ليلة القدر كثيرا.
كذلك فيما يرتبط بالمجالس الإيمانية، مجالس الذكر، مجالس إحياء أهل البيت، مجالس الحسينية، محاضرات وما شبه من ذلك. الآن هذا اليوم يوم المحاسبة، يوم العيد. ليش سمي العيد؟ تدري عيد ليش؟ لأن الله بعد هذا التعب وبعد هذا الجهد يعود علينا بالرحمة. فلماذا نجعل يوما في تاريخنا وفي سنتنا فقط هو يوم عيد أو يومين؟ لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. فما نتقوقع في نفس يوم العيد هذا المدة الزمنية، إنما لا ننطلق. ليس العيد لمن لبس الجديد، رغم ذلك يستحب لك أن تلبس الجديد. إمام الجماعة يلبس الجديد، المؤتمون يلبسون الجديد نساء، ولكن حسب مقتضيات الشرع بالنسبة للمرأة في زينتها وما شاكل من ذلك. الرجل كذلك ألا يلبس اللباس للتفاخر وما شاكل من ذلك، لباس الشهرة. شوف كل تحديدات، هي تحديدات حتى يصيغ الله الإنسان، مو يقيده. والإنسان محدود، نظرك له حد. فإذا جاء الله قال أعطيناك حد، لا تقول بعد الله يقيدنا، لأن أساسا نظرك له حد، سمعك له حد، قوتك لها حد، بطنك له حد، أن يستوعب الماء، يستوعب الطعام وما شكل من ذلك. فالله جاي ينظمنا. فيوم العيد فرصة، فرصة لا تعوض، من أجل الوقوف مع النفس. أختم بهذا الحديث عن إمامنا أبي إبراهيم الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، قال: ليس منا، يعني ليس من حقيقة التشيع، ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فإن عمل خيرا استزاد الله منه، وإن عمل سوءا استغفر الله منه. هذا ما يعبر عنه علماء الأخلاق بالنقد الذاتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويعرف في أحاديث أئمتنا وأولياء نعمتنا بعد الله أهل البيت عليهم السلام بمحاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيدنا هذا عائدا علينا بالخير والرحمة والمغفرة. ندعو لإخواننا، ندعو لأخواتنا، ندعو لمشايخنا، ندعو لرموزنا، ندعو لشبابنا، ندعو أن يجعل الله هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. ندعو لهم بالفرج، وندعو لأنفسنا بالخلاص وفكاك رقابنا من النار. رسول الله كان أكثر دعائه أنه يسأل الله العفو والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.